وفي البدايه بقى، وبما اننا يعني ابتدينا بالفعل فتره التوقف الدولي وبالتالي فرقتنا عندها اجازه يعني الاول الاسبوع الجاي ان شاء الله، تعالوا نقف كده ونتكلم كلمتين عن اللعيبه وعن كولر ونعمل انجاز التعبير كشف حساب سريع جدا. بس في البدايه لازم ناكد على تفصيله، والتفصيله دي غير قابله للتغيير، ومش اليومين دول، ده من قديم الازل دايما يعني الجماهير هم الداعم الاول وهم العامل الاول والاساسي في نجاح الفريق. وزي ما حصل الموسم الماضي هنقول مع بداية الموسم ده كمان نفس اللي كنا بنقوله قبل كده، فكرة الهجوم، بلاش نهاجم بشكل يعني مبالغ فيه. ممكن جدا ننتقد، بالعكس ده لازم ننتقد وطبيعي ان احنا ننتقد، لكن فكرة الهجوم على اي لاعب يعني ده مش النادي الاهلي ولا دي جماهير النادي الاهلي. تعالوا نروح لكشف حساب مختصر عن منافستنا. الاهلي لغاية دلوقتي لعب 5 ماتشات في الدوري، فاز في 4 ماتشات منهم، لعب في البداية مع المصري والإسماعيلي، وبعدها دخل في فترة توقف طويلة شوية عشان ماتشات دوري السوبر الإفريقي، ورجعنا مرة تانية لعبنا 3 ماتشات أمام المقاولين، كسبنا 2-1، ثم سيراميكا كليوباترا وكسبنا بنفس النتيجة في الثواني الأخيرة. وطبعا كان في وقتها انتقاد على الأداء، لأن كمان كان في إجهاد واضح جدا على كل اللعيبة في الفريق. أول امبارح اتعادلنا مع الجونة بنتيجة 1-1 بعد ما كنا متقدمين بهدف سجله أنتوني مودست، وطبعا يعني لم تأتي الرياح بما تشتهي سفن محبي وعشاق النادي الأهلي. ناس كتير يعني لما بتيجي تتكلم على هذا التعادل ما بيقولكش يا نهاوند احنا تعادلنا، لا يقولك احنا خسرنا نقطتين بالتعادل ده. دي حقيقة. بص هقولك على حاجة، يعني أنا ليا وجهة نظر، وأعتقد أي حد بيعشق كيان أو بيعشق شيء بجد من قلبه هيفهم الكلام اللي أنا بقوله، هيبقى حاسس باللي أنا بقوله جدا. قصة إن أنت تحب حاجة كريم أو تنتمي لشيء ما، أو إن أنت تحب النادي مثلا الأهلي وكيان النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي، ملوش علاقة إن أنت بس تكون يعني بتحبه وهو على التوب أو هو ناجح أو هو رقم واحد. اللي بيحب حاجة بيحبها في الحلو بتاعه وفي السيء بتاعه، والحمد لله إن إحنا لو هنتكلم عننا عن النادي الأهلي، النادي الأهلي الحلو فيه أعلى بكتير قوي. يعني ممكن تدي لو بالنسبه مثلا هتقول بجد يعني 85% ل 15%، فالنادي الاهلي العاده بتاعته ان هو بيفرحك على مدار تاريخ من قبل ما يتولد ومن قبل اهالينا هيتولدوا زمان جدا، ده وضع وده حال النادي الاهلي. لكن ما فيش حاجه وما فيش حد في الدنيا ولا شيء في الدنيا بيفضل بس رقم واحد او بيفضل يفوز بس، لازم نفوز ولازم نقع شويه علشان نحس بعد كده بطعم الكامباك او بطعم النجاح مره ثانيه، هو ده الوضع. لكن الحمد لله احنا بنسب وبارقام وبتاريخ احنا برضو يعني اعتقد الفرحه عندنا اكبر بكتير، التاريخ الحلو عندنا اعلى بكتير جدا، فطبيعي يكون في ناس زعلانه، لان ده برضو انت لما بتحب حد او بتحب حاجه بتتعلق بحاجه بتبقى غيره منك، بتبقى عايزه دايما الاحسن. فاحنا متفاهمين جدا، واحنا على فكره احنا جزء من الجماهير، احنا يعني ما احنا نفس القصه، احنا لما النادي الاهلي بيلعب او الفريق بيلعب ومش بالشكل اللي احنا بنتمناه او بنأمله بنزعل عشان بنغير عليه، لكن ده مش معناه ابدا ان احنا نقلل، مش معناه ان احنا نسمح لحد كمان ان هو يقلل، مش معناه ان انت تتقبل النقد اللاذع وتسكت، لا، دايما احنا بنتكلم عيله الاهلي، انت بتدافع عن اي حد بينتمي النادي الاهلي. كنت بقول لك يا كريم من فتره، احنا نفسنا احنا مش لعيبه في الفريق، لكن مجرد ان احنا مذيعين في قناه النادي الاهلي، لما اي حد حتى على السوشيال ميديا بينتقدنا، مش بيقول كلام وحش بس بينتقدنا، انا ما بردش، بخش الاقي وراك جيش هو اللي بيرد، بيدافعوا عنك مش عشان هوند، مش عشان كريم، مش عشان علي معلول، مش عشان محمد الشناوي، عشان احنا بننتمي لكيان النادي الاهلي. فهو ده هو دي القصه، عشقك للنادي الاهلي ما بتقبلش ان اي حد يغلط في اي حد بينتمي ليه. هي فعلا عيله الاهلي زي ما بيتقال، الفتره اللي جايه مهمه جدا علينا، يعني ان شاء الله كمان وباذن الله خلينا نقول تحدي كبير جدا، لكن ان شاء الله نقدر نتكلم من اللي فات حصاد مرحله كان مرضي جدا، خاصه انك كمان متصدر الدوري برغم حاله الاجهاد اللي حضراتكم كنتوا شايفينها، كلنا كنا شايفينها للعيبه. لسه كمان لينا مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، مباراة هتبقى قوية جدا بالمناسبة، بلدية المحلة من الفرق يا كريم العاملة شغل محترم واللي تخليك تبص لها، يعني اللي تلفت نظرك كتير جدا من الأندية اللي صعدت للدوري الممتاز. البعض كان متوقع أن هي هتصعد تلعب ماتشين 3-4 وخلاص، والأداء يبقى سيء كالعادة يعني، او الاداء ما يبقاش مرضي اللي هو او المتوقع، لكن بصراحه في انديه كتير صعدت ومنهم زاد برضو بالمناسبه، والجونه على فكره مش سايق ابدا يعني كويسة. فهي قصه في كده، هو التكتل الدفاعي برضو، اللعب بشكل دفاعي بحت انا ما بحبوش قوي، يعني لا يقاس عليه
زي ما بتقال الفنيات امكانيات الفريق بالظبط او صحيح. امكانيات الفريق. لكن على كل حال هي قدمت مباراه قويه امام النادي الاهلي، لكن فتره التوقف كمان الدولي خلينا نقول هتكون فرصه انك تلتقط النفس، تبتدي تحضر للمرحله اللي جايه، كمان فكره دخولك في منافسات دور المجموعات بدوري طبعا ابطال افريقيا، بجانب ان كان عندك كمان يعني غايب عدد كبير جدا من اللعيبه بسبب الاصابات اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم عليها. ففتره الاجازه باذن الله تكون فتره وفرصه حلوه لاستعاده اللياقه والجاهزيه للمباريات. عندنا امل كبير جدا وثقه كبيره جدا في كولر، مش عايزين الناس برضو تبدا ان هي، لان اللهجه في بعض المنابر الاعلاميه المختلفه ابتدت اللي هو طب هو كولر الافضل مع الاهلي. مش معقول يا جماعه، يعني مش معقول احنا فكره ان احنا بنحكم على الاشخاص من ماتش او ماتش لا، ده صعب جدا، او ماتشين او ماتشين لا، شيء صعب جدا. ده ما بيحصلش في اي نادي في العالم، ما فيش نادي في العالم بيبقى فيه التيرن اوفر بهذا الشكل ابدا. فما فيش حاجه اسمها كده. كولر رجل يعني له سي في كبير، قلنا الكلام ده اول ما جه، ورجل قدم كتير جدا وحسن وطور بالمناسبه الكوره في النادي الاهلي، واداء كتير من اللعيبه تحسن على يد كولر بصراحه، بيرستا وغيره وغيره من اللعيبه ومحمد هاني وغيره. فده الشق الاخير. بس قبل ما انسى انك قلت بنهايه كلامك اتكلمت عن مودست، ده اللي احنا كنا بنقوله بقى امبارح، وده اللي كان التعقيب على الاهلي والجونه، فكره الهدف اللي احرزه مودست، اللي احنا كنا فاكر انا وانت لما قعدنا نطلع نرد، مش بنرد قوي يعني لا نهتم بسكوم، نتكلم على شقيه ان الناس دايما تشكك في اي صفقه او بعض الصفقات في النادي الاهلي، يقول لك لا ده مش هيقدم، ده مش هيعمل حاجه. اعتقد دايما الرد بيكون على الارض من اللعيبه دي، وانا قلت الكلام ده قبل كده. فمودست بصراحه استطاع زي ما انت قلت ان هو يرد على الارض على كل الناس المشككه، ولسه بدري جدا. اعتقد ده هيكون من اللعيبه التقال اللي هيعمل فارق كبير جدا مع النادي الاهلي. هو ده واحد من اكتر الناس اللي خدوا نصيب الاسد من الانتقادات صح من ساعه ما جه. صحيح، وهنقول ان تاني نرجع ونقول فكره الانتقاد فكره صحيه جدا وحق مشروع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن الغريب لما الواحد يعني يتعدى بقى مرحله النقد ويدخل في مرحله التكهنات والاستنتاجات وحاجات زي كده. فخلينا نشوف الامور هتقول الى ايه في النهايه، لان فعلا ما ينفعش ان يبقى الحكم على لاعب او حتى على فريق بالقطعه. ف تعالوا نستهدى بالله كده ونشوف اللي جاي هيكون أخباره إيه.